السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم نے دو ویڈیو حرز ابی دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خط پہ بنائی تھیں، تو آج اس پہ یہ تیسری ویڈیو ہے۔ اس میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ اس خط کے ساتھ کیسے شفا حاصل کر سکتے ہیں۔ پہلے حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ کہ حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں شکایت کی کہ رات کے وقت ایک جن ان کو پریشان کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خط لکھوا کر انہیں دیا۔ یہ خط آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے لکھوایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتاتے گئے اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس خط کو لکھتے گئے۔ یہ خط حضرت ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا کہ اسے اپنے تکیے کے نیچے رکھ کر سو جانا، وہ تمہیں پریشان نہیں کر پائے گا۔ رات کو وہ شیطان ان کے گھر میں داخل نہ ہو سکا، البتہ باہر سے آواز دے کر بولا کہ آج کے بعد میں تا زندگی تمہارے پاس نہیں آؤں گا۔ اب اس کا طریقہ یہ ہے، اسے ایک بار لکھ کر سرہانے رکھ کر دیکھیں، انشاءاللہ آصحب آپ کو پریشان نہیں کر سکے گا۔ اس نام مبارک کے ساتھ آپ دو طریقے استعمال کر سکتے ہیں، ایک تو یہ کہ آپ تکیے کے نیچے رکھ سکتے ہیں اور دوسرا آپ دیوار پر بھی لگا سکتے ہیں۔ اب حرز ابی دجانہ یہاں پہ آپ کو سکرین پہ بھی دکھا رہے ہیں۔ اب اس خط مبارک کو ہم 41 بار یہاں پہ دوبارہ چلائیں گے۔ اس خط مبارک کو لکھنے کے بعد آپ نے یہ جو ہم رکیہ دیں گے 41 بار والا، اس کو ساتھ ساتھ سنتے رہنا ہے اور اس کا تعویذ لازمی لکھ کر آپ دیوار پہ لگا لیں، گلے میں بھی پہن سکتے ہیں، دیوار پہ بھی لگا سکتے ہیں اور اپنے تکیہ کے نیچے بھی رکھ سکتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هذا كتاب من محمد رسول اللہ رب العالمین الى من ترق الدار من العمار والزوار والسائحين إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن، فإن لنا ولكم في الحق سعة، فإن تق عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما أو داعيا حقا مبطلا، فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تمكرون، اتركوا صاحب كتابي هذا وانطلقوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون، حم لا تنصرون، حم عين سين قاف، تفرق أعداء الله وبلغت حجة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم، هذا كتاب من محمد رسول الله رب العالمين إلى من ترك الدار من العمار والزوار والسائحين إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن، فإن لنا ولكم في الحق سعة، فإن تق عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما أو داعيا حقا مبطلا، فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تمكرون، اتركوا صاحب كتابي هذا وانطلقوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله تَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ حَمِيمٌ لَا تُنصَرُونَ حَمِيمٌ عَيْنٌ سِينٌ قَافٌ تَفَرَّقَ أَعْدَاءُ اللَّهِ وبلغت حجة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم هذا كتاب من محمد رسول الله رب العالمين إلى من ترك الدار من العمال والزوار والسائحين إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن فإن لنا ولكم في الحق سعة فإن تق عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما أو داعيا حقا مبطلا فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تمكرون اتركوا صاحب كتابي هذا وانطلقوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون حميم لا تنصرون حميم عين سين قاف تفرق أعداء الله وبلغت حجة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم هذا كتاب من محمد رسول الله رب العالمين إلى من ترك الدار من العمال والزوار والسائحين إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن فإن لنا ولكم في الحق سعة فإن تق عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما أو داعيا حقا مبطلا فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تمكرون اتركوا صاحب كتابي هذا وانطلقوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون حميم لا تنصرون حميم عين سين قاف تفرق أعداء الله وبلغت حجة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم هذا كتاب من محمد رسول الله رب العالمين إلى من ترك الدار من العمال والزوار والسائحين إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن فإن لنا ولكم في الحق سعة فإن تق عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما أو داعيا حقا مبطلا فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تمكرون اتركوا صاحب كتابي هذا وانطلقوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون حم لا تنصرون حم عين سين قاف تفرق أعداء الله وبلغت حجة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم هذا كتاب من محمد رسول الله رب العالمين إلى من ترك الدار من العمال والزوار والسائحين إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن فإن لنا ولكم في الحق سعة فإن تق عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما أو داعيا حقا مبطلا فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تمكرون اتركوا صاحب كتابي هذا وانطلقوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون حم لا تنصرون حم عين سين قاف تفرق أعداء الله وبلغت حجة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم هذا كتاب من محمد رسول الله رب العالمين إلى من ترك الدار من العمال والزوار والسائحين إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن فإن لنا ولكم في الحق سعة فإن تق عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما أو داعيا حقا مبطلا فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تمكرون اتركوا صاحب كتابي هذا وانطلقوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون حم لا تنصرون حم عين سين قاف تفرق أعداء الله وبلغت حجة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم هذا كتاب من محمد رسول الله رب العالمين إلى من ترك الدار من العمال والزوار والسائحين إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. فإن لنا ولكم في الحق سعة، فإن تق عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما أو داعيا حقا مبطلا، فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تمكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانطلقوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حم لا تنصرون، حم عين سين قاف. تفرق أعداء الله وبلغت حجة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. هذا كتاب من محمد رسول الله رب العالمين إلى من ترك الدار من العمال والزوار والسائحين إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. فإن لنا ولكم في الحق سعة، فإن تق عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما أو داعيا حقا مبطلا، فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تمكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانطلقوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حم لا تنصرون، حم عين سين قاف. تفرق أعداء الله وبلغت حجة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. هذا كتاب من محمد رسول الله رب العالمين إلى من ترك الدار من العمال والزوار والسائحين إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. فإن لنا ولكم في الحق سعة، فإن تق عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما أو داعيا حقا مبطلا، فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تمكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانطلقوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حم لا تنصرون، حم عين سين قاف. تفرق أعداء الله وبلغت حجة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. هذا كتاب من محمد رسول الله رب العالمين إلى من ترك الدار من العمال والزوار والسائحين إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. فإن لنا ولكم في الحق سعة، فإن تق عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما أو داعيا حقا مبطلا فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تمكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانطلقوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حم لا تنصرون، عين سين قاف. تفرق أعداء الله وبلغت حجة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. هذا كتاب من محمد رسول الله رب العالمين إلى من ترك الدار من العمال والزوار والسائحين إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. فإن لنا ولكم في الحق سعة، فإن تق عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما أو داعيا حقا مبطلا فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تمكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانطلقوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حم لا تنصرون، عين سين قاف. تفرق أعداء الله وبلغت حجة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. هذا كتاب من محمد رسول الله رب العالمين إلى من ترك الدار من العمال والزوار والسائحين إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. فإن لنا ولكم في الحق سعة، فإن تق عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما أو داعيا حقا مبطلا فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تمكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانطلقوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حم لا تنصرون، حم عين سين قاف. تفرق أعداء الله وبلغت حجة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. هذا كتاب من محمد رسول الله رب العالمين إلى من ترك الدار من العمال والزوار والسائحين إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. فإن لنا ولكم في الحق سعة، فإن تق عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما أو داعيا حقا مبطلا، فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تمكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانطلقوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حم لا تنصرون، حم عين سين قاف. تفرق أعداء الله وبلغت حجة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. هذا كتاب من محمد رسول الله رب العالمين إلى من ترك الدار من العمال والزوار والسائحين إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. فإن لنا ولكم في الحق سعة، فإن تق عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما أو داعيا حقا مبطلا، فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تمكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانطلقوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حم لا تنصرون، حم عين سين قاف. تفرق أعداء الله وبلغت حجة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. هذا كتاب من محمد رسول الله رب العالمين إلى من ترك الدار من العمال والزوار والسائحين والسائحين إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن، فإن لنا ولكم في الحق سعة، فإن تق عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما أو داعيا حقا مبطلا، فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تمكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانطلقوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حم لا تنصرون، حم عين سين قاف. تفرق أعداء الله وبلغت حجة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. هذا كتاب من محمد رسول الله رب العالمين إلى من ترك الدار من العمار والزوار والسائحين إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن، فإن لنا ولكم في الحق سعة، فإن تق عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما أو داعيا حقا مبطلا، فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تمكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانطلقوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حم لا تنصرون، حم عين سين قاف. تفرق أعداء الله وبلغت حجة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. هذا كتاب من محمد رسول الله رب العالمين إلى من ترك الدار من العمار والزوار والسائحين إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن، فإن لنا ولكم في الحق سعة، فإن تق عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما أو داعيا حقا مبطلا، فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تمكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانطلقوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حم لا تنصرون، حم عين سين قاف. تفرق أعداء الله وبلغت حجة الله وبلغت حجة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. هذا كتاب من محمد رسول الله رب العالمين إلى من ترك الدار من العمار والزوار والسائحين إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. فإن لنا ولكم في الحق سعة، فإن تق عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما أو داعيا حقا مبطلا فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تمكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانطلقوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حم لا تنصرون، عين سين قاف. تفرق أعداء الله وبلغت حجة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. هذا كتاب من محمد رسول الله رب العالمين إلى من ترك الدار من العمار والزوار والسائحين إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. فإن لنا ولكم في الحق سعة، فإن تق عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما أو داعيا حقا مبطلا فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تمكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانطلقوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حم لا تنصرون، عين سين قاف. تفرق أعداء الله وبلغت حجة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. هذا كتاب من محمد رسول الله رب العالمين إلى من ترك الدار من العمار والزوار والسائحين إلا طارقا يطرق بخير يا رحمن. فإن لنا ولكم في الحق سعة، فإن تق عاشقا مولعا أو فاجرا مقتحما أو داعيا حقا مبطلا فهذا كتاب الله ينطق علينا وعليكم بالحق، إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون ورسلنا يكتبون ما تمكرون. اتركوا صاحب كتابي هذا وانطلقوا إلى عبدة الأصنام وإلى من يزعم أن مع الله أن مع الله إلها آخر، لا إله إلا هو، كل شيء هالك إلا وجهه، له الحكم وإليه ترجعون. حم لا تنصرون، حم عين سين قاف. تفرق أعداء الله وبلغت حجة الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم.